حالة من التنميل أو شعور بالخضران في منطقة الوجه ومنطقة الشفايف، شعور نشعر فيه أحياناً وأحياناً ما بيكون. شو هو وكيف ممكن نعالجه؟ شو بسبب الخضران؟ طبعاً الخضران ممكن بالعادة تكون موجودة أو مسببة بسبب كل التروية الدموية، وهذا اللي بنشوفه مع مرضى السكري. كل التروية الدموية بسبب خلل في توريد الأوعية الدموية الدقيقة، الشعيرات الدموية لمنطقة الجلد، وهذا الخلل سهل طبعا حله مع حل المسبب اللي هو عمل بعض الحركات، بعض المساج اللي تنشط الدورة الدموية، وفي هالحالة بروح الخضران. أو نكون حاطين إجر على إجر، بعد ربع ساعة بنحس كل إجرنا خضرانة، فقط بنشيل إجرنا نتحرك شوي، بنحرك العضلات، برجع الأمور لوضعها الطبيعي. الحالة الثانية اللي هي المشاكل العصبية. المشاكل العصبية مقسمها لقسمين، قسم بيكون أصله في الدماغ، مشاكل في الدماغ، إحنا بنحكي عن جلطات، بنحكي عن باركنسونز ديزيز، بنحكي عن التصلب اللويحي، بنحكي عن شلل دماغي، بنحكي عن أمراض عصبية تانية بتكون موجودة في خلايا الدماغ. إذا كانت المشكلة في خلايا الدماغ، إذا في هاي الحالة الأعراض مش بس بتكون موجودة بالوجه ونمنمة وخضران ونزول في العين وعدم المقدرة على تسكير العين، والفم بصير فيه نزول، الإيد بصير فيه عنا مشكلة في الجنب واحد، يعني يا اليمين يا الشمال. في هالحالة بصير عندي ضعف، بصير عندي رجي في الإيد، بصير في عندي خضران، بصير في عندي حرارة في الرجل، نفس الشيء يعني الإجر والإيد والوجه. في هالحالة بنقول ممكن إنه من الدماغ، بس إذا الموضوع فقط في منطقة الوجه ممكن يكون من عصب فرعي، من عصب فرعي زي مثلا العصب الخامس اللي هو بيعمل عملية التهابات العصب الخامس بعد لفحة أو التعرض لبرودة على الرقبة. في هاي الحالة بنشعر في الخضران بس فقط موضعي، بدون تأثير على الكلام، بدون تأثير على العينين، بدون تأثير على حركة الإيد والرجل في الجهة المصابة. بس إذا الأعراض في قسم واحد ومتكررة، ففي هالحالة لازم نراجع الطبيب اللي نعرف شو التشخيص الدماغي للموضوع. إذا كانت المشكلة أعصاب زي اللي بيحصل مع العصب السابع والتهابات العصب السابع والشلل اللي بيصير البلس بالس للوجه بسبب المشكلة في العصب السابع اللي هو عصب حركي وحسي، نفس حركي وحسي، يعني الأعصاب في أعصاب بتعطي حركات وفي أعصاب بس بتستقبل الأحاسيس وبتوديها للدماغ. فالعصب الخامس عصب حسي بامتياز، يعني هو اللي بيسبب ألام حادة جدا في منطقة الفم، في منطقة الفك، والنمنمة هاي ممكن تكون بسببه. ماشي الحال. في أسباب تانية طبعا، زيادة الضغط، سكري، التعصيب الشديد والعصبية، هذا بيؤدي بشكل كبير لهذه المشكلة، بس هذه بتكون مرحلية يوم يومين وبتروح لحالة بدون أي تدخلات. هلا إذا شفنا الموضوع أتكرر، في هالحالة لازم نعرف التشخيص، وبعد التشخيص ما نتأكد منه أنه شغلة بسيطة، شغل عصب، شغل كذا، شغل لفحة، في هالحالة ممكن نمشي في الإجراءات العلاجية اللي هي باختصار. أول شيء بدنا نغلي، يعني نغلي يعني نحط في المية النعناع، الزعتر، 4-5 حبات قرنفل، ونغليها 5 دقائق فقط، ولما نشيلها بنفترها شوي وبنضيف لها نصف حبة ليمون وملعقتين من الخل على المياه الفاترة هذه، وبناخد هالبشكير وبنحط كمادات مياه ساخنة على الوجه لمدة 2-3 دقائق. بعد ما نشيل المياه الساخنة ساعتها بنمسح الوجه على شكل حركات للمساج اللي نحرك المنطقة هذه كلها. بعد ما خلصنا بنعمل هلا زيت للمساج، لأنه بدنا نعمل مساج لعضلات الوجه. الزيت هذا بتحطوا ملعقة من الخل، ملعقة خل التفاح، ملعقة من
عصير الليمون تحطوا نص ملعقة من الملح، حتى لو ملح الطعام إذا مش متوفر ملح الصخري، وبتحطوا 5 معالق من زيت الزيتون البكر الأصلي المعصور على البارد، يعني خصائصه موجودة، وبنخلطها مع بعض. وفي هذا الخليط أو الزيت بنصير نمسح مرة مرتين لثلاث مرات في اليوم على منطقة الوجه، ونعمل عملية حركات ومساج منه، بننشط الدورة الدموية، ومنه بننشط الأعصاب، ومنه فيتامين إي، ومنه فيتامين سي، ومنه معادن وأملاح، أملاح ضرورية جدا لتحريك الأعصاب. الأملاح ضرورية جدا تخفيف الأعراض العصبية سواء في النقع أو في المسح. وبنعمل الحركات المتتالية هاي، ارجعوا على الصفحة بتشوفوا الحركات بالضبط للجهتين من الوجه، مش بس جهة واحدة. 5 دقائق بعدين بدنا ننشط الوضع كمان، بنعمل تمارين، افتح ثمك، سكر ثمك، على اليمين على الشمال، تمارين تنفسية، الشمس، فيتامين د، المشروبات الساخنة اللي هي النعناع، الزعتر، البابونج، اليانسون، المورينجا، عشبة الهندباء، هذه كلها المشروبات الساخنة قبل ما نشربها بنعصر عليها ليمون، بنحط عليها إذا بدنا كمان نص ملعقة من العسل، ممكن في الزيوت هذه أو نمسح بالعسل مع زيت الزيتون في المنطقة، هذا بغذي البشرة، هذا بعطيها كل المعادن وكل الأحماض الأمينية. هلا من ناحية تغذوية طبعا التركيز بده يكون على المكسرات، المكسرات فيها كويسة كتير للأعصاب، باحتواها على الأوميجا 3، على الأحماض الأمينية والزيوت اللي هي أساسية لعمل الأعصاب وأساسية لعمل كل الهرمونات. يعني هذه الشحوم كمان ضرورية جدا، الشحوم الكويسة، شوربات عظام البقر، شوربات الحمام، هذه ضرورية قصوى تأخذوها، لأنه بدنا شحوم، بدنا كوليسترول اللي نقدر نبني الهرمونات، نعمل هرمونات، نبني الأعصاب. الخضروات في كل أنواعها وأشكالها، احنا بدنا مغنيسيوم، بدنا بوتاسيوم، بدنا فيتامين سي، بدنا فيتامين اي، بدنا كل هاي المعادن والفيتامينات اللي بتخفف الالتهابات وبتساعد. التوتيات، اللوزيات، اللوز الحلو، اللوز المر، حليب اللوز، كبشة لوز في اليوم ضروري جدا، هذه المأكولات يوميا نشربها، ناكلها، نتحرك، نمشي، تنفس، مساج كذا، وممكن تعملوا جلسة واحدة فقط وتروح كل هالأعراض هذه، جلستين ثلاثة ما بتشعروا في أي شيء في هالشغلات هذه اللي ذكرناكم إياها باختصار. شكرا للمتابعة، نتمنى لكم كل صحة وكل عافية وخالي من كل خضران ومن كل نمنمة ومن كل آلة. وعادة الأمراض العصبية وخصوصا الدماغية بتكون ما بتعطي آلام، هي أمراض سامتة بدون آلام، بس بتعطي ضعف في العضلات، بتعطي نمنمة، بتعطي خضران، بتعطي عدم تحكم، يعني شلل كامل، بس ما بتعطي آلام وكثير من الأمراض. نتمنى الصحة والعافية للجميع، تحياتي.